اجعل هذه الكلمة نصب عينيك، أنا جليس الذاكرين، إن ذكرته كان معك، وإذا كان معك فمن عليك. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بعض العلماء فسر حق التقوى أن تذكره فلا تنساه، أن تطيعه فلا تعصيه، أن تشكره فلا تكفره. معنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أن تذكره فلا تنساه، أن تطيعه فلا تعصيه، أن تشكره فلا تكفره. يعني إذا رضي الله عنك كان معك، وإذا كان معك فمن عليك. من يستطيع في الأرض أن يصل إليك؟ يعني إنسان بيكون شرطي عند ملك يخافه جميع الناس لأن وراءه الملك، فإذا كنت مع الله من يستطيع أن يصل إليك؟ من يستطيع أن ينال منك؟ فمعية الله شيء لا يقدر بثمن، وقد قال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. هذه معية عامة مع كل الخلق، مع الملحد، مع الكافر، مع الفاسق، مع الماجن، معهم بعلمه. أما إذا قال الله عز وجل: إن الله مع المؤمنين، مع المتقين، مع الصادقين، هذه معية خاصة، أي معهم بالحفظ والتأييد والتوفيق والرعاية والنصر. أيها الإخوة، من فوائد الذكر أنه يزيل الغم والحزن. إنسان ذاكر يشعر بالهم؟ مستحيل، وألف ألف مستحيل. من غفل عن الله عز وجل ابتلاه الله بالهم، والدليل: ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. الإعراض عن ذكر الله يفضي بالإنسان إلى معيشة ضنك. قد يقول قائل: هؤلاء الذين يملكون المليارات أية معيشة ضنك؟ الجواب: ضيق القلب، ضيق القلب. الأقوياء والأغنياء إذا أعرضوا عن ذكر الله ابتلوا بضيق القلب. لذلك أحد كبار العارفين الذي كان ملكاً قال: والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. إذا كنت مع الله كنت في سعادة، كنت في طمأنينة. لذلك ملخص ملخص الملخص: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لم يقل الله عز وجل تطمئن القلوب بذكر الله. إن كانت الآية كذلك، أي أنها تطمئن بذكر الله وبغير ذكر الله. أما حينما جعل الله العبارة عبارة قصر وحصر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي أن القلوب لا تطمئن ولا تستقر ولا ترتاح إلا بذكر الله. يعني بشكل أو بآخر في حاجة عند الإنسان لا تملأها أموال الأرض ولا أعلى منصب، يملأها ذكر الله. تجد الأغنياء الأقوياء يبحثون عن سعادة مفقودة، لو عرفوا الله وذكروا الله لاستقرت نفوسهم. يعني بعض العلماء الكبار قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة.
فماذا يفعل أعدائي بي؟ لذلك قالوا في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، في الدنيا جنة، وهذا معنى قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذه جنة القرب ذكرها الله عز وجل. قال ويدخلهم الجنة، عرفها لهم في الدنيا، أذاقهم طعمها. والله أنا لا أبالغ، إن لم تقل أنا أسعد الناس قاطبة إلا أن يكون أحد الناس أتقى مني ففي الإيمان خلل، في شقاء مع معرفة الله، في شقاء والله وليك، في شقاء والله بيده كل شيء، في شقاء كل من في الكون بيد الله وأنت مع الله، وملخص الملخص إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. الفائدة الأخرى للذكر، الذكر له فائدتان، فائدة تطهيرية وفائدة تعطيرية. أيام أنت تغسل الإناء وتملأه بماء الزهر، تغسله أولاً وتملأه بالعطر، فالغسل هدف تطهيري وإملاؤه بالعطر هدف تعطيري، فالمؤمن بالذكر يطهر ويزكو. تقول ما بيكذب، طهارة، ما بيشك، ما بيرتاب، ما بينحرف، ما بيغش المسلمين، ما بيكذب، قول ألف كلمة قبل ما، هذا تطهير، لكن لطيف تعطير، حليم رحيم ودود متواضع، في تطهير في تعطير. الذكر يطرد الشيطان ويرضي الرحمن، يزيل الهم والحزن ويجلب للقلب الفرح والسرور. الذكر يطهر ويعطر. من فوائد الذكر أنه يقوي البدن، هي تحتاج لشرح، ما علاقة الذكر بالصحة؟ الآن ثبت أن معظم الأمراض وراءها الشدة النفسية، القلق، الحقد، الخوف، أمراض المعدة قد تبدأ بالشدة النفسية، أمراض القلب تبدأ بالشدة النفسية. أنا أعتقد أنه كلما تقدم الطب كشف العلاقة المتينة والقوية بين خطأ في العضوية وبين الشدة النفسية، بل إن في القرآن الكريم إشارة إلى هذه الشدة، قل موتوا بغيظكم، الغيظ قاتل، الشدة النفسية تفك القامعة عن الخلايا السرطانية، الشدة النفسية يعني وحشة، بعد عن الله، خوف، قلق، إحباط، يأس، هذه الشدة النفسية. والشدة النفسية الآن مرض العصر، مرض العصر الأول لبعد أهل الأرض عن الله عز وجل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يمكن أن تضع محلها الشدة النفسية. الأكثر الأطباء المتعمقين بالطب بيربط بين المرض وبين أزمة نفسية طاحنة، لذلك الذكر يجعلك صحيحاً. يعني ماذا أقول لكم؟ أخطر جهاز بالإنسان جهاز المناعة المكتسب، هذا الجهاز يقويه الفرح، يقويه الأمن، يضعفه القلق والخوف والحزن. الذكر يملأ القلب نوراً، فترى بقلبك المستنير الحق حقاً والباطل باطلاً، والذكر يملأ الوجه نوراً،
لا بالمقياس الجمالي المادي، قد يكون واحد ليس فاتح البشرة لكن في بوجهه نور يتلألأ وقد يكون أسود البشرة، في بالذاكر شيء بجذبك، ترتاح، تسعد بالنظر إلى وجهه. فالذكر يملأ القلب نوراً فترى به الحق حقاً والباطل باطلاً، ويملأ الوجه نوراً فيتألق الوجه. الذكر يجلب الرزق، عجيب، لأنه ورد أن الإنسان قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الله عز وجل قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً. معنى ذلك أنك إذا ذكرت الله فالله يتولى أن تكون في حياة مريحة. الذاكر يكسوه الله مهابة، ومن هاب الله وذكره هابه كل شيء. لما أمر الحجاج بقتل الحسن البصري كلمة، قتل الإنسان كلمة، فجاءوا به والسياف واقف وقد مد النطع، دخل الحسن البصري على الحجاج فإذا بالحجاج يقف له، جاء به ليقتله، السياف واقف، فإذا بالحجاج يقف له ويدعوه إلى مجلسه ويسأله ويعطره ويضيفه ويشيعه إلى باب القصر. الذي صعق السياف: أنت جئنا بك لتقطع رأس هذا الإنسان، فإذا بالحجاج يستقبله ويرحب به. فلما غادر الحجاج تبعه الحاجب، قال له: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ ولما دخل حرك شفتيه، قال له: قلت لربي: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم. فالذاكر له هيبة، واحفظوا هذه القاعدة: من ذكر الله هابه كل شيء، ومن لم يذكر الله أخافه الله من كل شيء. الآن الذكر يورث المحبة، هي روح الإسلام. يعني الآن في مساجد، في كتب إسلامية، في مكتبات إسلامية، في مؤتمرات إسلامية، في لقاءات إسلامية، في كل شيء إسلامي، بس ما في حب، ما في حب. الذكر يورث المحبة. إن لم تحب المؤمنين، إن لم تنتمي إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمناً. هذه الفقاعات، جماعات، خصام بينها، تراشق تهم بينها، تكفير، تشريك، تبديع، هؤلاء ليسوا كما يرضى الله عز وجل. لو أنهم ذكروا الله الذكر الحقيقي لأحب بعضهم بعضاً. الحب أصل في الدين. نعم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن أردت أن يحبك الله عز وجل فأكثر من ذكر الله. في بعض الأثر ورد: إذا أردتم رحمتي فاذكروني، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. الذكر أيها الإخوة يفضي بك إلى المراقبة، تراقب الله عز وجل، والمراقبة تفضي بك إلى الإحسان، والإحسان أعلى مراتب الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الذكر يورث القرب من الله عز وجل، فعلى قدر ذكرك لله يكون قربك منه، وكلما كنت أقرب إلى الله كنت أسعد الخلق،
وعلى قدر الغفلة يكون البعد، وكلما كان العبد بعيداً عن ربه كان شقياً. قضية كالرياضيات واضحة جداً. وأكبر عقاب يناله الإنسان: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أيام مثلاً أنا معي مال كثير، عملت فحوص كاملة، خير إن شاء الله، معك مال ومعك صحة طيبة، بس مقطوع عن الله، مقطوع عن الله. بعضهم قال الذكر يفتح أبواباً كثيرة من أبواب المعرفة، يعني إن صح أن هناك معرفة إشراقية هي من ثمار الذكر، هذه المعرفة الإشراقية منضبطة بالكتاب والسنة. فلعل الله عز وجل يزيد المؤمن بذكر الله عز وجل فهماً لكتابه، ففهمناها سليمان، وفهماً لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإدراكاً للحكم من وراء النصوص. هذه معرفة إشراقية أحد أسبابها الذكر. والشيء الذي أذكره كثيراً أن ذكر الله يورثك أن يذكرك الله، فاذكروني أذكركم. أما إذا ذكرك الله عز وجل منحك الأمن، منحك الحكمة، منحك الرضا، منحك السكينة، منحك التأييد، منحك النصر، شيء لا يقدر بثمن أن يذكرك الله عز وجل. قال لك فاذكروني أذكركم. إذا ذكرك كنت الإنسان الأول. والحقيقة الذكر حياة للقلب، الذكر للقلب كالماء للسمك. بالضبط، الذكر للقلب كالماء للسمك. كيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ صدق ولا أبالغ، ويكون حال المؤمن إذا غفل عن ذكر الله كالسمك الذي أخرج من الماء. قالوا الذكر قوت القلوب. الآن الذاكر من إكرام الله له أن قلبه الصدئ يذهب عنه الصدأ. الدليل: إن هذه القلوب تصدأ، يعني حياة حالة ملل، سأم، ضجر، ما في رغبة بالطاعة ولا بالصلاة، يقرأ القرآن ما يحس بشيء، رأساً ينصرف عنه. إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل فما جلاؤها؟ قال ذكر الله. أنت بالذكر ينتعش قلبك، وبالذكر تزول الوحشة بينك وبين الله. نعم، في وحشة. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. والذكر ينجي من عذاب الله تعالى. ورد مرفوعاً أنه ما عمل آدمي عملاً أنجى من عذاب الله من ذكر الله تعالى. الذكر سبب بتنزل السكينة، السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. أحد أسباب السكينة ذكر الله عز وجل. ما دام تذكر الله معنى ذلك ابتعدت عن الغيبة والنميمة، لابد من أن تتكلم. إذا كان كلامك ذكر الله عز وجل: أمرني ربي بتسع، خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكراً، ونطقي ذكراً، ونظري عبرة. إذا تكلمت فتكلم بذكر الله. لذلك ابتعدت عن كل معاصي اللسان. لذلك آخر شيء، الذكر سبب لعطاء الله. والله أيها الإخوة، ما من نص
أثر في حياة المؤمنين كهذا النص: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين.